بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إخواتي الغاليين في فيديو جديد. النهاردة هنعمل فيه إعادة تدوير لأي كرتونة عندنا. أول حاجة أنا بدأت إن أنا أزيل القطعة اللي فوق ديت، وبدأت إن أنا أضعها داخل الكرتونة عشان أدعم بيها القاعدة. وجبت ستيكر، ممكن تجيب أي ستيكر متوفر عندك أو أي ستيكر يكون شبيه للديكور اللي انت هتحط فيه الكرتونة دي. انا عندي الاستيكر الرخامي ده، بدأت ان انا اخد مقاسات الكرتونة واغلفها. اخدت محيطها واخدت المقاس بتاع ظهرها بالغطا بتاعها، عملتهم على قطعتين. دي كانت القطعة التانية، هنا لزقت كويس، وبدأت ان انا وانا بلزق بفرغ الهواء علشان الشكل يطلع معايا مرتب. وبدأت كمان ان انا اغلف الغطا من الداخل بقطعة من الاستيكر، واستغليت الورق اللي بيطلع من ظهر الاستيكر وغلفت بيه الكرتونة من الداخل. استخدمت كده قطعة صغيرة من الدبل فيس علشان اثبت الورقة بيه. وممكن تستغني عن الخطوة دي، وممكن تبطنيه من جوه بقطعة قماش لو متوفرة عندك. كل دي اختيارات ترجعلك وحسب امكانيات اللي موجودة معاكي. طبعا الكرتونه دي ليها كذا استخدام، ممكن تستخدميها في اوضتك ان انت تحطي فيها السكارفات بتاعتك، الباديهات، الشروبات، اي حاجات صغيره ممكن تكون عايزه تنظيم عندك، او اكسسوارات، او ممكن تستخدميها في غرفه الاطفال عندك تحطي فيها المكعبات ولعب الاطفال والبازل، الحاجات الصغيره اللي ممكن تضيع. انا هنا جيت للقطعه اللي هي الاماميه، ما غلفتهاش من الداخل، وحددت كده المنتصف، وجبت سلكة اللي بتبقى جاية مع السلوك والفيش دي. اخدت السلكة الصغيرة اللي بتجمعهم ديت، وقمت حاطة فيها خرز عندي باللون الفضي عشان تبقى ماشية مع اللون بتاع الستيكر، ودخلتها في الثقبين اللي انا عملتهم بالخلة. وجبت كمان عليها استك كده صغير، قطعة استك صغير علشان تقفل معايا. اخدت المقاس بالظبط وحددت المنتصف فوق، وقفلتهم على بعض بمسدس الشمع ولزقتها، وجربت كده قدامكم ازاي نقدر نقفل علبة. علشان بقى ازينها جبت صوف اسود، وممكن تجيبي اي خيط متوفر عندك واللون المناسب للشغل او الستيكر اللي انت هتستخدميه. جبت كده عملت شراشيب صغيرة بلف على ايدي كذا لفة، وبجمعهم كده من فوق واربطهم بخيطة، وبعدين بضمهم تاني مع بعض وبربطهم مع بعض. وبعد كده بكون من تحت قصتهم وبساويهم بقى وبقصهم بالمنظر ده علشان الشكل عندي يطلع مرتب. عملت منهم كذا واحدة، وخدت واحدة كده وربطتها على الخرزة اللي انا عاملاها علشان تحلي المنظر من المنتصف. وجبت كمان اتنين تانيين وحطيت على الجنبين من الكرتونة. ممكن طبعا توزعيهم زي ما انت حابة وحسب الشكل اللي يريحك يعني وتحسي افضل. انا بثبت الاول كده من جوه بمسدس الشمع، وبعد كده بلزقهم. كان شكلها جميل جدا. طبعا بعدها بعد ما بلزقهم انا ببدأ اكمل تغليف الكرتونة من الداخل. ده كان شكلهم. انا عملت اتنين من الجنبين كده، وعملت تلاتة كده من الامام. جبت استراس كذاب، هو بيتقال عليه الاستراس الكذاب، يعني انا مش عارفة انتوا عندكم بيقولوا عليه ايه، وعند الخردواتي اسمه الاستراس الكذاب. جبت قطعة كده وحبيت ان انا ازين بيها الغطا من فوق بمسدس الشمع، وكان شكلها جميل، حلت المنظر عندي. بس انا طبعا هنا اخترت اللون الاسود في فضي، وده كان شكلها. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك وتشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل بدل من مخصصة عشان يجيلك اشعارات الفيديوهات اللي انا بقدمها. هنا انا حبيت ان انا ازين كمان الشكل من الامام، زودت كمان قطعة زي اللي انا عملتها في الغطا من فوق، وحبيت ان انا الزقها قدام. اخدت كده حددت مكان الخرزة او اللولي اللي انا مستخدمها للقفل، وقصيت كده كام استرستاية من النص عشان اعرف ادخل اللولي ما بينها، وده كان شكلها النهائي. لو عجبتكم اضغطوا اللايك، وياريت تشتركوا في القناة، واتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.